عبد العزيز، يعني هذه زيارة تعتبر زيارة تاريخية، ما أهمية هذه الزيارة بالنسبة للإمارات وللخليج خاصة في ظل ثقل البابا فرانسيس ومكانته في العالم المسيحي؟ نعم، شكرا رنين على الاستضافة في هذا البرنامج. شكرا لك. في البداية فعلا يعني أنا أتفق معك تماما بأن زيارة البابا فرانسيس إلى الإمارات العربية المتحدة هي زيارة تاريخية بلا شك. أول بابا يزور شبه الجزيرة العربية من أجل مناقشة بعض الملفات الساخنة في المنطقة الخليجية، وأيضا لحضور مؤتمر تقارب الأديان أو حوار الديانات. أنا خليني أذكر ما قال الدكتور يعقوب فيليبس مدير المعهد اللاهوتي في جامعة سانت ماري، بأن البابا فرانسيس يعتبر فعلا من الأكثر بابا يعني مثير للدهشة بسبب قيامه بأخذ قرارات فعلا لصالح الإنسانية ولصالح السلام وإيقاف الحروب. يعني كما قيل يعني في الأخبار وما وراء الكواليس بأن زيارة البابا تتعلق فعلا بملف اليمن وفي ملفات في غاية الخطورة في ملفات حقوق الإنسان اللي هي حقوق الأقليات غير الدينية في دول الخليج وبالذات في الإمارات، وأيضا حرية العبادة لغير المسلمين. ولكن من ناحية أخرى اخترنين خليني أتكلم أيضا بكل صراحة وشفافية بأن الإمارات كدولة خليجية رائدة في هذا المجال، أنا أعتقد أنها سبقت دول الخليج في مد جسور التواصل الإنساني والإيماني مع مختلف الجاليات. مؤخرا أيضا تم بناء معبد هندوسي ضخم في الإمارات. نعم، وأيضا حرية العبادة مكفولة في الإمارات، لكن هناك بعض الإشكاليات وبعض الإخفاقات. لكن أنا أعتقد أن هذا العام، يعني هذا العام الإمارات أطلقت عليه عام التسامح، تسعى الإمارات بشكل كبير وجدي من أجل إزالة هذه الفوارق، من أجل تنمية الحس الإنساني المشترك للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات. في الخليج أيضا، في الخليج تعاني يعني غالبية الدول الخليجية من هذه الملفات. أيضا عندنا في الكويت مثلا حرية العبادة للمسيحيين مثلا مقتصرة غير كاملة، وأيضا قانون التجنيس لا يجنس غير المسلم إلا يعني وفق شروط يعني صعبة. فبالتالي أنا أعتقد زيارة البابا تدعم في هذا وتصب في هذا الموقف من أجل فتح حوار أكبر حول الدور المسيحي في المنطقة. أستاذ عبد